want to do and what you want to be, and then you just start working towards it. There's no shortcuts. It doesn't matter what a government does. It doesn't matter what psyop the matrix puts on the slave mind. الشرطة الرومانية تعتقل المؤثر البريطاني المثير للجدل أندرو تيت هو وأخوه وامرأتين. الإتجار بالبشر والإتجار بالقاصرين وغسيل الأموال، وليست هي المرة الأولى التي يتم القبض عليهم. وفي عام 2022 تم القبض على أندرو تيت البالغ من العمر 37 عام وشقيقه البالغ 36، وكان برفقة مجموعة من الأشخاص، وتم توجيه إليهم مجموعة من التهم. ونتيجة التحقيق لم تحقق شيء، وبالتالي تم احتجازهم لمدة 3 أشهر في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وتم نقلهم للإقامة الجبرية، ثم تم تقييدهم في إحدى المقاطعات في بوخارست في رومانيا. التهم الموجهة إليه على صعيد آخر، دعا أندرو تيت الجمهور إلى مقاطعة الأولمبياد مؤخرا، إذ نشر صورة له وهو يحمل يافطة كتب عليها قاطع الأولمبياد. وكانت شهدت افتتاحية الألعاب الأولمبية هجوم كبير بسبب العروض اللي تم تقديمها، إذ اعتبر أكثرهم أنها بتقدم رسائل غير أخلاقية في كل لوحة. حيث رأى هذا المؤثر أنه يتم من خلالها الترويج للشذوذ الجنسي والتحول الجنسي بشكل مقزز، إضافة لسقف أو ارتفاع سقف الجرأة، وإهانة الديانة المسيحية من خلال تجسيد لوحة العشاء السري واستبدال يسوع المسيح وتلاميذه بمتحولين جنسيا. الجمهور والمتابعين مش عارفين يصدقوا إيه ولا إيه. أفادت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء بأنهم نفذوا 4 مذكرات تفتيش فيما يتعلق بجرائم تشكيل جماعة إجرامية منظمة والإتجار بالقاصرين وإقامة علاقات جنسية مع قاصر وغسل الأموال. هل كل التهم الموجهة إليه صحيحة أم ملفقة؟ الله أعلم.